أخبار الرياضة، أهلا بكم. حقق فريق خليج سرت المفاجأة غير المتوقعة وقلب موازين المجموعة الأولى رأسا على عقب بفوزه المثير الذي حققه على الأهلي ببنغازي بثلاثية لهدف واحد، الأمر الذي كلف فريق الأهلي ببنغازي فقدان صدارة مجموعته لحساب الأخضر ليتأهل ثانيا للدور الرباعي ليلاقي فريق الاتحاد متصدر المجموعة الثانية في الأول من أغسطس على أحدى ملعبي مصرات أو زوارة، بينما سيتبارى الأخضر مع الأهلي بطرابلس في نصف النهائي الثاني على أحدى ملعبي بنينة أو المرج. وبالعودة إلى المباراة الدراماتيكية التي احتضنها ملعب بنينة ضمن الجولة 22 والأخيرة، فقد بادر الخليج بالتسجيل عن طريق على الدين الفوني منذ الدقيقة السادسة، ثم أضاع الفريق المضيف الذي يقوده المدرب الصربي ميلودراد فرصة تحقيق التعادل من ركلة جزاء قبل أن ينجح المهاجم جبريل مرسال في إعادة اتزان فريقه بهدف التعديل الذي أمضاه في الدقيقة 11، ليتمكن على أثره الموريتاني ياسين الشيخ من إحراز الهدف الثاني للفريق الضيف في الدقيقة 24، وكان بإمكان الأهلي ببنغازي تحقيق التعادل إلا أن سفيان بن عمران فشل في تنفيذها، لتحمل الدقيقة الأخيرة من هذه المباراة المثيرة هدف الفوز الثالث عن طريق السنغالي لويس جيروم. بهذه النتيجة فقد فريق الأهلي ببنغازي صدارة المجموعة الأولى بفارق نقطة لصالح الأخضر بعد أن توقف رصيده عند 53 نقطة في الترتيب الثاني، ورفع خليج سرت رصيده إلى 35 نقطة في المركز الخامس. حسم فريق الأخضر تأهله إلى رباعي الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم بفوزه على دارنس بهدفين نظيفين، الأول جاء عكسيا والثاني أمضاه عبد الرحمن العمامي من علامة الجزاء في المباراة التي جمعتهما على ملعب درنا بالجولة 22 والأخيرة لفرق المجموعة الثانية. بهذا الفوز رفع فريق الأخضر رصيده إلى 54 نقطة، وتوقف رصيد دارنس عند 21 نقطة في المركز السابع. بدوره نجح فريق الهلال في تخطي عقبة التحدي بثلاثة أهداف لهدف وحقق فوزا كان من الممكن أن يؤهله للدور الرباعي، إلا أن نتيجة مباراة درنا بين دارنس والأخضر دفعت بالأخير وخالفت طموحات الفريق الذي يقوده التونسي طارق ثابت. في المباراة التي جمعت الفريقين بملعب شهداء بنينة بمدينة بنغازي في الجولة 22 والأخيرة من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم ليضمن إنهاء المسابقة في المركز الثالث، أحرز أهداف فريق الهلال مصطفى التجوري ومحمد شكربة وأنس المصراتي، وسجل هدف التحدي الوحيد نيس بن دردف. بهذا الفوز أنهى فريق الهلال موسمه في الدوري في الترتيب الثالث بالمجموعة الأولى برصيد 52 نقطة، وتوقف رصيد التحدي عند 22 نقطة في المركز السادس. نجا فريق الشط من فخ الهبوط إلى الدرجة الأدنى، وذلك بفوزه الثمين الذي حققه على حساب فريق المدينة بهدف دون رد أمضاه لاعبه أنس حمدي في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية شهداء عبد الجليل بجنزور ضمن منافسات الأسبوع الثاني والعشرين والأخير من الدوري الممتاز لكرة القدم. بهذا الفوز خرج فريق الدهماني من عنق الزجاجة وتمكن من إنقاذ موسمه الصعب بعد أن ضمن مقاءه في مصاف الممتاز في الترتيب العاشر بالمجموعة الثانية برصيد 22 نقطة، وتوقف رصيد المدينة عند النقطة 25 في المركز السابع. ربما يكون هدف
لعب الكره لحارس المرمى، شاهد لي هذا، شاهد مصدق الامامي لعب الكره، ولكن كذلك رفيع. أما على ملعب طرابلس فقد أكمل فريق رفيق رسميا أضلاع مربع الهابطين إلى دور الدرجة الأدنى بعد فرق الأنوار ونجوم جدابية والوحدة، وذلك بخسارته أمام مضيفه الأهلي طرابلس بهدف دون رد في اللقاء الذي جمعهما على أرضية ملعب طرابلس في الجولة الأخيرة من الدوري الممتاز. أحرز هدف الأهلي بطرابلس المهاجم أنيس السلتو عند الدقيقة 54، وأضاع علي بو عرقوب فرصة تعزيز تقدم الأهلي بطرابلس من علامة الجزاء في الدقيقة 77. بهذا الفوز أضاف فريق الأهلي طرابلس النقطة 49 لرصيده، وتوقف رصيد رفيق عند 21 نقطة في المركز ما قبل الأخير لفرق المجموعة الثانية. شملت العقوبات الجديدة للجنة المسابقات باتحاد الكرة والخاصة بالجولة قبل الأخيرة من الدور الممتاز عددا من اللاعبين والمرافقين والأندية، ومن بينها عقوبة حمد علي حمد لاعب شباب الجبل بالإيقاف عن المشاركة مع فريقه لمبارتين وتغريمه 1000 دينار، وعقوبة تالان داي لاعب فريق النصر بالإيقاف لمبارتين و1000 دينار، ومعاقبة مرافق فريق دارنس عبد العزيز فرج بالإيقاف لمدة 6 أشهر وتغريمه 4000 دينار، وفرض العقوبة على مرافق فريق الوحدة رجب فرحات بالإيقاف لمدة 6 أشهر وتغريمه 4000 دينار، وكذلك عقوبة فريق الأهلي طرابلس بغرامة مالية قدرها 1000 دينار. يواصل الدولي الليبي المعتصم المصراتي تدريباته مع فريقه سبورتينغ براغا استعدادا لمباراة السوبر أمام سبورتينغ لشبونة التي ستقام السبت القادم، وشارك المعتصم المصراتي أساسيا في مباراة فريقه الودية أمام فيريرا والتي حسمها سبورتينغ بهدفين لهدف. يذكر أن عديد الأندية الأوروبية ترغب في الفوز بالخدمات الليبية المعتصم المصراتي، من بينها بورتو البرتغالي وولفرهامبتون الإنجليزية. وفرنسي وبراغا está no segundo lugar do campeonato, recupera a segunda posição agora com 18 pontos contra os 16 do Futebol Clube do Porto, também ganhou nesta jornada, e os 22 do Sporting que também já jogou e já ganhou.